بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا المرة اللي فاتت خلاص انتهينا من ايه؟ انتهينا من السبرينج سيكيورتي. تمام، خلصناه، مالناش دعوة بيه. نيجي بقى على ايه؟ على الانجولار تاني. نرجع على الانجولار، نكريت اللوجن. تمام، نكريت الكومبوننت الخاصه باللوجن عشان اجيب الكومبوننت بتاعت اللوجن عشان عاوز اعمل لوجن، واعمل كمان بالمره كرييت اكونت لو عاوز اعمل كرييت لاكونت. هنشتغل على اللوجن الاول ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده بنروح على كرييت اكونت، وان شاء الله لما نهندل الدنيا ونظبطها باذن الله نبقى نخش بقى على اكتيفيت باي جيميل دي في الاخر. تمام، فانا دلوقتي هروح هنا في السورس. اول حاجه بس خلينا نفتح كده اللوكال هوست 1200. طبعا هلاقي ايه؟ كل حاجه مش شغاله ولا في اي حاجه. ليه؟ لان طبعا الاي بي اي معمول لها سكيورتي وكده الموضوع بايظ. تمام، انا اول حاجه هروح هنا اهو، هقول له في السورس في الاي بي في الكومبوننت، هقول له اوبن ان تيرمينال. تمام، خلينا في بس كلوز اول لانهم تمام، ونعمل تاني اوبن ان تيرمينال، هقول له ان جي جنريت كومبوننت لوجن. حلو قوي، جنريتنا لوجن اهو، ما فيش مشكله اهو. دي بتاعت ايه؟ اللوجن. جميل، قبل ما اروح على اللوجن واعمل فيها اي حاجه خليني اروح على الاي بي بي مديول اكريت روت ليها. فناخد دي اهي، كنترول سي كنترول في، هقول له هنا بشيك اوت، هخليها ايه؟ لوجن. تمام، هترجع لي ايه؟ هترجع لي لوجن كومبوننت. اذا لو دخلت اليو ار ال ده هيرجع لي الكومبوننت بتاعت ايه؟ اللوجن. وعشان تكونوا تمام خلينا نعمل ريران. تمام، ونروح هناك ندخل الكومبوننت ديت، هتلاقيه جاب لك الكومبوننت اللي هي الايه؟ اللوجن فعلا اللي فيها ايه؟ لوجن وركس. تمام، بيعمل انجي سيرف دلوقتي اهو. تمام، بيعمل جنريتنج للبراوزر. حلو، سكسسفولي. هروح هناك هدخل فوق اليو ار ال اهو، بص هدخل فوق اهو لوجن. طبعا ما جابهاليش، اذا في عندنا مشكله. نرجع تاني كده اهو، هقول له اه لان المفروض اغير الداتا اخليها لوجن، صح ولا غلط؟ لازم الباس يبقى لوجن، انا نسيت اغيرها. تمام، نروح تاني اهو كنترول في، قصدي اهو لوكال هوست 4200 لوجن اهو، قال لي ايه؟ شايفين؟ لوجن وركس. تمام، اذا الكومبوننت شغاله. اذا عملنا الروت الخاصه باللوجن، اما قلت له لما تدخل في الباس لوجن بعد اللوكال هوست 4200 رجع لي الكومبوننت لوجن كومبوننت. اتكلمنا عليها، بص مطبقين عليها قد ايه؟ كنا عاملين كذا روت يعني مطبقين عليها ما فيهاش مشكله. حلو، هنيجي عندنا هنا في الايه؟ في البروجكت بتاعنا. طبعا هرفع لكم الفايلز ديت على الجيت هاب، هخش على الفايلز بروجكت فرونت، هتلاقي ايه؟ لوجن. طبعا ما سيفتش، المفروض كنت حاططها هنا. تمام، بس هي ما سيفتش. تمام، فانا هوقف الفيديو واجيب الستايلنج احطه هنا تاني. تمام، رجعت لكم تاني اهو. فانتوا لما تخش على البروجكت على الفايل بروجكت فرونت، هخش على اللوجن. تمام، هتلاقي في حاجتين، في ال HTML اللي فوق ولاين اهو ال CSS. تمام، فانا هنا اهو هاخد ده كنترول سي واحطه في ال HTML اهو، حطيته هنا ما فيش مشكله. تمام، بعد كده هروح في CSS. تمام، هاخد الحاجات الخاصة بالسي اس اس. جميل اهو، برضو ايه؟ واحطها في السي اس اس. نيجي نشوف الكومبوننت، نيجي نشوف، هروح هناك اهو، ادي دي الايه؟ دي الكومبوننت الخاصة بيا. تمام، خلينا بس نشيل الثري لوجز دول، هنشيلهم دلوقتي. تمام اهو، اللي هما فين؟ تمام، ساين ان
اللي هم دول تمام هشيلهم اهو حلو اتشالهم. عاوزين بقى نظبط الشكل هعمل انسبكت تمام هقول له هنا ده هقول له ايه طيب واقفين دلوقتي على ايه تمام اهو هاجي هنا هقول له ايه مارجن توب مثلا ايه 200 بيكسل تمام خليها بالمنظر ده تمام مفيش مشكله. اذا مارجن توب ممكن نقول 85 بيكسل ما فيهاش مشكله. هقول ان ايه المارجن توب 85 بيكسل هروح هنا اهو في سي اس اس هنا هقول له دوت مثلا ماي هايت تمام هقول له مارجن توب 90 بيكسل تمام. فانا هنا هقول له هاخد كنترول سي هروح احطها فين نحطها في الديف ده اهو جميل جميل نروح هناك كده اهو كل حاجه تمام مفيش مشكله ديت مجرد ايه بيج للوجن من غير ايه من غير اي مشاكل تمام تمام. ممكن نمسح برضو ريمبر مي بي ديت دلوقتي اهي حلو اهو مسحتها برضو تمام اللوجن اهي وديت ايه لو انت عاوز تعمل ساين اب ولو انت فورجيت يور باسورد مفيش مشكله نخليه حلو حلو. عندي اليوزر نيم والباسورد كده احنا هندلنا ايه هندلنا الايه اللوجن كومبوننت عملناها وخلصناها مفيش اي مشكله. هاخد ده كنت عامل ايشو انجولار كرييت لوجن كومبوننت هروح هناك هقول له كليك يمين جيت اد هقول له في سي اس تمام كوميت كنترول في هعمل كلوزس هقول له كوميت اند بوش كوميت اند بوش بوش هستنى قبل ما يعمل بوشنج تمام خلص البوشنج اهو هيخلصه اهو تمام خلصه هروح هناك هعمل لي كلوزد والكوميت بتاعته كل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا احسب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.